دابا لي كومونتير ما غيبقاوش يبانو الناس حيت واخدين تصوير عرضي. دابا حنا راه على المباشر نتاسفوا لي كومونتير اللي ما غنشوفوهمش، كنتاسفوا لمواليهم. نقدروا نجاوبوا عليهم لاحقا؟ لاحقا غادي نجاوبوا عليهم بطبيعه الحال. ايا لاباس؟ لاباس. فين غادا؟ اش كديري هنا؟ انا مع بابا هنا وصافي. مع باباك شنو كديري هنا؟ علاش طلعتي لهنا؟ باش نطلعي على الساحه وصافي. اش من ساحه؟ التحرير. شنو كيتبان لك في ساحه التحرير دابا؟ عدلو كبير. زكا شويه، دوز زكا، دوز زكا شويه. عدلو كيعدلوها. التهيئه ديالها ياك؟ اه. كي جاتك مزيانه ولا؟ مزيانه. شنو اللي مزيان فيها؟ الخالي. ولكن هذا الصيف هذا راه ما غاتشوفي فيها والو. علاش؟ انا مازال كتجهز، مازال الوقت. لا لا في رمضان غاتكمل ان شاء الله. ياك في رمضان تكمل؟ تكمل عاد في رمضان ان شاء الله. سي اكميم كيقول لكم في رمضان ان شاء الله غادا تكمل. اه ان شاء الله. رؤية من فوق على، شكرا آية، شكرا. خرج لسانك علينا، لا بأس. تحياتي إخواني أخواتي من ساحة التحرير، من إطلالة على ساحة التحرير كما ترون، صحبة الأستاذ أكميم الذي كان سببا في أن اعتلينا هذه العمارة ونطل الآن على ساحة التحرير في جاهزيتها هذه اللحظة، كما تلاحظون أنها تتهيأ وتتجهز لأن تكون فسيفساء متميزة وأن تكون الساحة رائعة في المستقبل إن شاء الله. ها أنتم تلاحظون الآن تجهيزات والاستعدادات. الآن هذه فترة ديال الراحة. معنا أستاذ أكميم. سي أكميم مساء النور، نحن على الهواء مباشرة. سي أكميم شكرا لمتتبع صفحة هنا العرائش سواء داخل المغرب أو خارج أرض الوطن، فمرحبا بهم مرة أخرى. نحن على سطح نادي موظفين الذي يقابل ساحة التحرير. هذه الساحة التي تعرف تهيئة يعني موسعة إن شاء الله. نطلب الله تعالى تبارك تكمل، وحسب المسؤولين اللي مسؤولين على هذا الورش أن يعني التهيئة ديال هذه الساحة ستنتهي يعني في بداية شهر رمضان إن شاء الله، لأن شهر لأن لو بلو دير إفي يعني الحاجة الصعبة عملت لاسينيسمون. واش السي أكميم واش أنت متأكد؟ لا نحن ديما أنه كنت في رمضان غتكون واجدة. لا إن شاء الله غتكون واجدة، لأن دابا ما بقى لهم والو. أنت تشوف قرب الإخوان، تشوف النافورة، وتشوف أربعة ديال لي باسان ديك. ولكن الأرضية أوه. الأرضية مازال لا الأرضية سهلة بالنسبة للجليج وبالنسبة لهذيك. دابا هما هانت النافورة قرب الإخوان أخي أحمد. واش نافورة الوسط؟ نافورة الوسط بسم الله. ديك الأربعة ديال الأحواض، وتشوف ديك الأسوار القديمة يعني تقريبا 60% ديال القديمة، لأن القديمة ما يمكنش تكون. اش كتلاحظ الأستاذ معنا الأستاذ أكميم دائما؟ نعم. اش كتلاحظ على النافورة؟ النافورة جميلة عندكم إن شاء الله، وكت يعني كت تذكرنا النافورة اللي عشنا اللي كانت في الستينات وفي أوائل السبعينات، إن كانت فيها الأسماء. وفعلا السي أكميم كنلاحظوا مثيلة للنافورة القديمة. ما تكونش 100% ولكن 60% كاينة. يعني نعم. ولكن لأن ما يمكنش ترجع لأصلها طبيعي. لأن ديك الجليج القديمة ما يوجدوش وما ولكن عموما الساحه عتقبط يعني الشكل ديالها القديم، وحتى بالنسبه لسيرو الجولان غيبقاو يدوروا عليها، ما يبقاوش هذه الفوضى اللي كاينه دابا. هاد الاحواض الشيء اللي بوغ نعم. هاد الاحواض شنو كتعني؟ هاد الاحواض اربعه كاينه ولا خمسه؟ احواض هي غتكون بحال لي بتيت فونتين يعني النافورات الصغيره. الصغيره الصغيره غتكون مزيان. نلاحظ واحد العامل هنا خدام وجادو حتى النخيل. مازال خدام. جادو شي 20 نخله ها تويلو المخالات. شوفوا النخلات، شوفوا الاخوان خلاص. عندك انت مازال يعملوا الاخ عندك السيغمين يعملوا المناطق الخضراء. نعم نعم. عندك يطيحوا بحال اللي طاحوا النخلات اللي كانوا 12 دايرين على الدائره الوسطيه. والمهم انا تقنيين، والسيد العامل راه كيجي يومين ثلاث ايام كيكون كيشرف على بنفسه ويعني ويوفر العماله تقريبا جوج مرات في الاسبوع كيجيو. كاينه 8 نخلات هنا. لا. هذا النخل الطويل ماشي نفس النخل اللي كان في لا لا هو نفس النخل القديم تكون فين عاد وكاين هنا 8 اخرين عاوتاني يا ولها 8 جوج 4 6 8
كاينه اربعه ديال هي عاوتاني 8 8 16 28 والاخرين 36 تقريبا لا 8 في 4 32 او اي 8 8 في 4 32 نخلة نعم كافية باش تعطي واحد المنظر ايوا وعيكون منطق مناطق خضراء طبيعة الحال غا كاين البلايص ديالهم لان ما عقاش ديك ديك البلايص باش يبقاو هاد الاسوار هذه هاد الاسوار الاسوار هذوك بحال قديم كثيره شنو وهذا كانوا قديما كان لا كانوا 8 كانوا جوج هنا جوج لهيه جوج لهيه جوج لهيه محابلين انا كنلاحظوا هنا كثار ولكن دابا اخي احمد دابا حنا كنعطيو للمشاهد الكريم باش يشوف يعني التهيئه كيفاش نعم. من هنا شهر ان شاء الله تبان الحقيقه ديال الساحه حسب العلمي وحسب المسؤولين كتصل بهم كل شيء عتقبط الشكل ديالو القديم مثلا نعم نعم الضوء الريدونداتي ديال الكولورون بحال القديم الشكل الطبيعي ديالها ديال السياره كيدوروا على على موتشوغ وعلى القهوه العالمي يجي ولا خلينا ولا عايش يجي من هنا ها شتي هذاك البلاتفورم اللي كاينه هذه الصوره كاينه شكرا اللي بارطاجاو الفيديو شكرا الاخوان جوج اللي بارطاجيو هذا الفيديو وكنتمناو الاخوان كاملين بارطاجيو لنا الفيديو باش تكون الرؤيه واضحه للجميع هنا مباشره على ساحه التحرير مباشره ونشهد هذه التهيئات الجديده التي تطال ساحه التحرير اللي كنشوفوا على ساحه التحرير حيت السيده قالت لي درج بالصح لان باش يفهم واحنا كندرجوا كنعملوا ساحه التحرير على شكلتها الان وكنلاحظوا هنا في السبوره واش السي اكميم كتشوف بالنسبه للسبوره بحال نفس الشيء بالنسبه للواقع تقريبا تقريبا ما يكونش 100% ولكن انا قلت لك 60% كاينه ولكن الساحه تكون جميله 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 فوقاش غادي نستافدوا منها الاشمل هو المواطن هو فوقاش ان شاء الله غادي نستافدوا منها انا في رمضان ان شاء الله غتكون مهيئه هذا بال اللهم يسر اللهم يسر والاجمل فيها هي ان المواطن خصو يحافظ على يا اخي احمد ان المواطن هو كل شيء هو على الرونق ديالها خصو يحافظ لان كنشوفوا يعني بعض يعني الدوله راه خدامه مثلا بعض المشاريع ولكن كاين بعض المفسدين الذين يفسدون الارض ولا يصلحون ولكن حاولوا تكون الرقابه تكون الحراسه ديال الاجبال تشوف حطيشات ديك الارجوحات اللي عندهم بلاصه كيبقاو يهكسوهم هذا حرام حرام لا ولكن نتمنوا العقول تغير السي اكميم لا ولكن نشوفوا الساحه ديالنا راه دابا هذه هي المدينه هي والتي السلطه خصها تلعب تستعمل الدور ديالها نعم. ما تبقاش فهمتي تغفل على داك الشيء اولا خص الحراس بحال اللي في مدن اخرى كاين حراس وتزودهم يعني وتعطيهم واحد ماشي تعطيهم يقتلوا عباد الله ولكن الانسان اللي ما امتثلش مثلا يعني الاوامر اللي خصها الاوامر نعم. خصو يسد هذيك السيد والسلطه تجي مباشره نعم. شكرا لكل الاخوان الاخوات اللي دخلوا سمحوا لنا احنا واخدين النشر المباشر البث المباشر واخدينو عرضي ما يمكنش نطلعوا على التعليقات من بعد ان شاء الله ردوا عليهم شكرا اللي كيبارطاجيو الفيديو مشكورين وتحيه للاستاذ اكميم اللي كان سبب حتى طلعنا لهذا المكان هذا الباب ديال المدينه باقا هي الباب المدينه وباب المدينه ممكن يتغير ولكن كاينه واحد اصلاحات على الجدران ها الجدران ديال هما خدامين فيهم ديك النوافذ هاي يمكن اي جدران كتقصد؟ الجدران ديال هاد البنايات اللي مدوره بساحه التحرير وطلبوا من هاد يعني البنايات الاخرين باش يبلطوا يعني التبليط ديالها يزيروهم وكذلك كاين واحد العمل جميل وجميل جدا كيقوم به الاستاذ الحقاق محمد سلفونو تسفيليه وواحد الاستاذ فورما كارتي الاسم ديالو في السوق الصغير كان واحد الجداديات كبيره عباره عن جناوه وعن يعني الايام الايام الخوال ديال مدينه العرائش الايام المجيده اللي كانت باقي العماره وكل شيء وكاين يعني لو بورتور دو ديك الكريف ديما حتى واحد الصوره ديال الكريف وواحد الصوره ديال المراه بي 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 يعني بجلباب جلباب مغربي وليتام وكل شيء يعني وهذا كيدخل في اطار استقبال احتضان مدينه العرائش للمؤتمر ديال المدن العتيقه نعم. يكون ب 26
27 28 هنا في العريش و 26 عاود عاود 26 27 28 عاود الخبر كامل يعني ديال التمر ديال المدن العتيقه في مدينه العريش غيكون في بعض الدول حتى يعاد تشارك فيه غيكون في العماله وغيكون واش يعني واش سبق له كان في العريش السي لا لا كل عام كيعملوه كان في وزال العام اللي فات واقيلا وهذه المره تحتضنوا مدينه العريش مدينه العريش وهذيك الصور اللي في السوق الصغير على الـ على الـ على الـ على الحيطان هذيك واش الجداريات هذيك نعم. الجداريات اللي داروا دابا اللي شفنا الصور نعم. ديالهم وغادي ناخذوا الاخوان من بعد بعض الصور من تما ان شاء الله ان شاء الله وكاين عاوتاني عيد تجامل مع ديك ديك الاسبوع ديال ديك اللي كيعملوا السي عبد الرحمن اللانجري يعني العرائشي القح نعم. اللي كيتواجد في الديار الكندية واللي كيقوم كل عام بواحد أسبوع ثقافي اجتماعي إنساني وهو تلاقح ثقافات ها كيجيب بزاف ديال الدول من هنا ممثلين الدول كيعملوا واحد لي فيستيفال كيعملوا هنا في مدينة العريش وكيعملوا حتى في البوادي إلى آخره. شكرا فؤاد شريق أو شريك على البارطاج شكرا بزاف وكيخبرني هنا المباشر انه جوج الاخوان بارطاجوا الفيديو ما كرهناش كلشي بارطاجي هذا الفيديو هذا باش يوصل للجميع ومازالت ساحه التحرير تتهيأ على ان تكون كما كيقول الاستاذ اكميم في اخر رمضان او اول رمضان المهم في رمضان قالوا حسب المسؤولين في رمضان لان رمضان باقي له 45 يوم تقريبا وان شاء الله راه خدامين هما والله تعالى يبلغنا يعني على قدم وساق يعني مزيان حتى لشيء باقي راه انت العامل باقي تشوف الاخوان انا شوف شخصيا كتبان لي مستبعد انه تكون في رمضان لا لا انها تكمل التهيئه ولكن الله اعلم نطلبوا على الله نطلبوا على الله ان شاء الله ما غادي نطلبوا على الله في اواخر ماي وبدايه المنظر جميل السي عقميم ودعوه للناس باش يحافظوا على هذا الساحة اللي توجد إن شاء الله يحافظوا عليها حافظوا عليها كما كيحافظوا على المنازل ديالهم فعلا فعلا خاصة هنا هنا حتى السلطات المحلية يعني رؤساء الدوائر نعم. يقوموا الواجب ديالهم نعم. فعلا كاينة الخزنية كاينة القايد كاينة الشيوخ يترزون أي فاسد اللي كيبغي يفسد في المدينة يعني يخربوا كل شيء ويعملوا معه اللاجئين لأن هذا لا يعقل فعلا احنا المغرب ديالنا والمدينة ديالنا العرايش مدينة جميع المواطنين المغرب ما خصناش نبقاو في هذا وفي نفس الصدد كنطلبوا من المسؤولين باش يحيدوا ديك يعني ديك الباعة المتجولين زعما غا الفضيحة راه عملوا لهم الأسواق راه البديل كاينة اللهم هذا زعما ديك الحالة ديال الشارع الحسن الثاني الشارع الحسن الثاني والله العظيم لا تؤسف لا 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 وحشومة والبلاصة لا 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 غير معقول ودابا شنو تقول أخي أكمل اسم البديل شنو تقول الإنسان اللي كيحط واحد الخبر وكيندد بداك الطريقة الناس كترد عليه أنك أنت كتحرم الناس من رزقهم كيفاش ترد عليه؟ ما كاينش رزق هو رزق بيد الله واجي اجي من العريش وعمل كاروسه اجي ماشي معقول عاوتاني راه عطاهم الاسواق عطاهم الاسواق اخي احمد دابا الشارع الحسن الثاني في الليل خصك تطلع وانت مقفل السوق دابا عاد كنت في الكليط والسوق خاوي عبد الله من نموذجي غزال والاسواق ديال الجنان الفرنسي الالاف ديال الباعه المتجر كيخليو لك واحد متر دوز منه واحد متر لا لا اللي كيخليو لك دوز منه لا حشومه لا بحقيقه الله شوف ايا شكرا لاربعه الاخوان اللي بارطاجيو هذا الفيديو هذا شكرا بزاف وكنتمنوا تبارطاجيو الصفحه كنتمنوا تبارطاجيو اي فيديو درناه شكرا سعيد حجي وشكرا لجميع الاخوان اللي بارطاجيو الفيديو لارش كبور كذلك شكرا لكم اخواني اخواتي وحنا مباشره على نطل على ساحه التحرير في هيئتها الجديده نقدروا نقولوا الان نصف تهيئه وصلنا نصف تهيئه سي اكمل محمد القسطالي كيقول لك الحلول موجوده ايوا الحلول موجوده نصف تهيئه اكثر من نصف اكثر من نصف لا لا اكثر من نصف ما بقى المهم دابا عند التجليز لان عملوا لاسينيسمو يعني البنيه التحتيه ديك لافراستركتور كاينه عملوا لاسينيسمو عملوا ديك القنوات ديال الماء عملوا ديال الضوء ودوزوا وكل شيء شنو كيبقى دابا يكملوا هذا التجديد ديال هذه شحال من واحد كيقول ان
شكل دائري ديال ساحة التحرير بينما نحن كنلاحظوا ماشي دائري، لا بيضاوي، بيضاوي على شكل بيضة. وعاد تصغر شوية ساحة التحرير لأن يفسحوا المجال للسيارات باش يدوزوا. شوف السيارة دابا دايزة عاد دوز بحال ديك الشكل، إذا عاد تمشي عاد غيكون على الشكل ديالها القديم. الشكل القديم واش هذا القوس هذا هو هذاك لي بورديو هذاك هذاك هذا هما هذاك اللي هذا الشكل هذا هذاك الشكل عاد توسع يعني الطريق يمحدية مع السوق الصغير بحال اللي كانوا صافي، لا ولكن عاد توسع شوية باش يعطيو المجال للسيارات يدوزوا ويكون غتكون جميلة 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 إن شاء الله. حنا كنقولوا للمواطنين خصو يحافظ عليها وكذلك حتى ديك الناس اللي مول الطوموبيلات ماشي خصهمش يكونوا لا كاين ساحات أخرى، كاين ساحات باب البحر يمشيو، كاين ساحات ديال السبوعة يمشيو، أما هنا الحقيقة خصو نخليها. وهنا نطلب من مجلس البلدي باش هادي مقهى اش مقهى ليكسوس، ليكسوس هادي مقهى ليكسوس اخواني اخواتي، مقهى ليكسوس هي هادي. شحال القهوه في مقهى ليكسوس السي؟ ايوا 1200 فرانك 12 درهم بحال السوبربيو بحال بعض المقاهي بحال ديك بوينتي ولاش كتسمى هذيك اللي فوق. انا ما انا لست يعني اخي احمد من رواد المقاهي، لا تريد المقاهي، لا انا في النادي ليس كيعجبنيش القهوي كاع. او شكت الشمس على الغروب لاحظوا الغروب الشمس فوق الغروب او شكت الشمس على الغروب هذيك شمس العرائش هذيك أيوة ولا شمس الحقيب بن صالح شوف شدنا الحقيب بن صالح دابا سي شوف قبل ما نودعوا الاخوان شكرا على الدخول شكرا على البارطاج ندوزوا للجهه الاخرى ندوزوا للجهه الاخرى الشيخ محمد خامس الشيخ محمد خامس وغادي نسولوا عليها اي عاوتاني. لا هذا الشارع محمد خامس، هذا الشارع محمد خامس هنا كان عامل ديال هنا بزاف ديال المسابقات كتكون طواف المغرب بالدراجات، طواف المغرب بالدراجات ومازال السي اكمي مازال مكتوب بعض التخطيطات هذيك الدعايه ديال سيدي علي وكلشي ديال بعض ديال السباق هو هذه هي هذه. نعم هنا كان كندخل الامريكي هو الاول هنا في المغرب دخلت كوكبا كما جميل المنظر السي اكمي راه البلديه هذيك الصبي تشوفوا ديك تشوف الكراسه اللي كانوا في خصنا نمشيو لهم نشوفوا الكراسه اللي كانوا في بلاصه اسبانيا راه باقيين واحد جوج في البلديه راه صوفا ما تقدرش يا اخي احمد فين فين قول لي نمشيو لهم نشوفهم اجازهم تعال خليكم معنا اخواني احنا مازالين معكم بارطاجيو لنا الفيديو. الكراسه اللي كانوا في ساحه التحرير في ساحه التحرير بحال هذا بحال الشكل هذا كاين بعض الاسئله كثيره اسئله كثيره السي اكميم ولكن يعذرونا من بعد ونجاوبوا عليهم ان شاء الله بحول الله. الكوشي ها هو حدا الطوموبيل في البلديه هادو الكراسي القديمه هادو فوالا سي الكوشي كراسي هي اللي كانت في ساحه التحرير هذيك الكراسي اللي كانت في ساحه التحرير هاي عليهم شكل المدينه عليهم بعض الرسومات كتعني المدينه وشفت بحالو في سيفيا خاي احمد بلاصه اسبانيا سيفيا بحالهم ديك المسائل الحمد لله دوم مد الحمد لله شكرا صلاح الوافي شكرا جميع الاخوان اللي دخلوا عندنا بلا بكم راه ما كاين والو شكرا للجميع. هنا هذه ساحه المسيره سي اكميم لا ساحه المسيره ساحه المسيره شغال محمد ساحه المسيره كتنظم بها فيها بزاف ديال السهرات والكنيسه الكاثوليكيه الكنيسه الكاثوليكيه كيقول لي سي اكميم هي هذه وحنا راه عاقلين على المكانه اللي كانت خدامه هنا ايوا المكانه كامبانا يا حسره. واش الترياتلون غادي يكون فين غيكون الترياتلون؟ غيكون في باب البحر قبل العيد غيكون قبل رمضان اذا في باب البحر غيكون في واقيلا 25 اللي قال لي عبد المجيد الجبيري رئيس ديال الترياتلون في العريش قال لي بان عملوا 25 26 لان غيكون قبل رمضان. واسمح لي واش ما هنا في الساحه لا لا الساحه تكون باقا كتهيا تكون باقا كتهيا هادشي اللي غيكون داكشي اللي كاين زوين لا زوين لا زوين نكونوا حاضرين ان شاء الله بحول الله. واش عقلتي السي اكميم عقلتي ملي نقلنا الترياتلون من هنا كيفاش كان الحضور وكيفاش كانت المتابعه ولكن واحد القوه يعني بسوء الحظ بان ما عملناش لا معليش معليش ديالنا معليش عندنا في لاغاس فوغيفير وكنا عندنا في ديالنا كان يجي مزيان ماشي مشكل ماشي مشكل كانت واحد المتابعه
ياك رجعوا بحنا. لا وحنا ما شدينا حد السي عقميم، حنا دابا حنا لهيه. ها انت شوف وباقي من الناس هاغي يكونوا الطيور زاون، هاد الاشجار غايكونوا عملوا الاوراق ديالهم الاشجار. دابا في وسط الربيع غايكون الطيور هنا مواعي ان شاء الله. هذه ساحة المسيرة ياك السي عقميم؟ ساحة المسيرة جميلة، ولا خلوها انت حافظوا عليها انت البلاصة انت عملوا رسومات لها. رجعوا لبلاصتنا ولا؟ ورجعوا شوية لبلاصتنا عادي. هذا هو الأستاذ عقميم، تبارك الله على السي عقميم. نعم شكرا على هذه الطلة، أنت كنت السبب في هذا اعتلاء هذه العمارة. احنا يعني الاخوه ديالنا العرائشيين او المغاربه خصنا يعني نعم نعمل معاهم اكثر من الجهد باش نوصلوا لهم الصوره. شكرا سي عقميم. الواقع في مدينه العرائش. شكرا سي عقميم، الله يحفظك الله يحفظك. ايا انا ايا اياش كي جاك المنظر؟ جميل جدا، تكلم به بالعربيه. وزوين ما كافياش، خصك تقول لنا شي شعر في ساحه التحرير. عندش مع الشعر طبيعة. عندش مع الشعر. رجعوا استاذ عقميم، شكرا للاخوان، الحضور ديالكم كان قوي اليوم، كنشكركم بزاف. وحنا معاها ان شاء الله مع الساحة حتى تهيئ بحول الله. الاخوان اللي كيعاتبون دائما كيقولوا لي سي عقميم ما كتجاوبش علينا بزاف. وادخلوا جاوب اخي، قولوا جاوب الله يجازيك بخير. فاطمة كاين بزاف ديال الأسئلة وبزاف ديال الاقتراحات وبزاف. لا دابا حنا واخدين تسجيل البث المباشر واخدينه عرضي، ما واخدينوش طولي. لو كنا خديناه طولي كنا غادي نشوفوا جميع الأسئلة التعليقات، ولكن بالنسبة للناس اللي كيتفرجوا هكا أحسن. نعم هنا كيشوفوا الشاشة كاملة. نعم اما الا وقفنا التليفون كيشوفوا نصف الشاشه. كنسكور خايف هاد المناسبه بان الاخوه ديالي اللي موجودين في اسبانيا وفي ايطاليا وفرنسا وفي لندن في الانجليز في بريطانيا. شوف على فوضى. وهذاك العائل كي عنده شوف على فوضى ديك لي غولات. بلي غولات انا صحابي معلق فيها. لا لي غولات عنده ديك راه ما خصوش يدير هكاك، راه يقدر يوقع. هنا كنشوف واحد العامل خدام الله يكمل عليه بالخير، الله يعاونو. مازال اخر النهار ومازال خدامه. ويلو ديك السوق الاخر هو السوق. شنو السوق؟ اللي معدل. هذا معدل، هذا مهيئ. وهذا مازال، وهذا كنشوفوا العامل خدام الله يكمل عليه بخير. الله يكمل، دعيو معاه راه ما كيربح والو مسكين. ايوا البركة الله سبحانه وتعالى. ما كيقول الشاعر يبني البيوت وبيته خرب ساءت حياة كلها تعب. الله اكبر. هذا هو المطلع القصيدة على البناء. يبني البيوت وبيته خرب ساءت حياة كلها تعب. والقى اللي بغى يكمل القصيدة راه على الجوجل. ايوا باش كتنصحي لا باش كتنصحي الاطفال بالنسبه للساحه اللي تكون موجوده ان شاء الله، باش كتنصحيهم؟ يلعبوا هنا يلعبوا، ولكن ماشي تكلم بطلاقه ما تحشمش. شنو يعملوا؟ يلعبوا بلي غولات وشنو يحافظوا على النظافه البيئه. حافظوا على النظافه تماما، هذه اللي ناقصنا احنا. حنا ما محافظينش على النظافه للاسف. العريش تكرفصت السي عقميم ياك، تكرفصت وما زال كتكرفص، والاحياء ديالنا يرتلها. لا هو ماشي نقولوا يرتلها، الازبال كتجمع، ولكن خص شويه تضافر جهود باش هاد الشركه تقوم بالواجب ديالها على احسن وجه. تجيب عندك النساء اللي كانوا في الاول النساء كانوا في الصيف. يجيبوا هذوك كاين تخدم ديال مزيان. السي عقميم دابا انت واقف وموراك ساحه التحرير. وقلنا شي شعر على الساحة. لست بشاعر. لست بشاعر. لست بشاعر. ساحة التحرير. ولكن اللي شاف هذا المنظر راه يشعر بلا ما يشعر. ايوا. جميلة أنت يا ساحة. مزيان بعدا. اللهم لا عمش ولا العمى. إخواني كنتمناو. تمجدوا بك الأعداء. كنتمناو هذه المناظر. تروقكم. شوف الله.
واش كاين شي واحد كيتابعنا في مقهى ليكسوس؟ واش كاين شي حد كيتابعنا من مقهى ليكسوس يشير علينا؟ ما كاينش. عقلتي واحد النهار كانوا يشيروا علينا شي اخوان من تما. كانوا متابعين. بلادي وان جرت علي عزيزة واهلي وان ظنوا في كرامه. الله 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 على الشاعر محمد اقميم. لا سمي شاعر. لا شاعر اخي. الشاعر عند مولي لا. شوف الغروب السمسة خير في الطيور. حشي من طاب. هذه شمس العرائش السي عقميم. وي الاخوان ديك 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 الاصطناعيه ديك الشجره الاصطناعيه ديال ايه ديك جهاز جهاز الريزو. ها حافظ قالوا ها هو حافظ الشعر. ممكن يا ربي اخي محمد السي عقميم علاش الحضور اليوم في الصفحه موجود كثير علاش؟ رأيك انت؟ ايوا كي الناس باش كيشوفوا التهيئه ديال ساحه التحرير مشوقين فيها راه كيسولونا بزاف. احنا الحمد لله يمكن عملنا قصب السبق بالنسبه ل يعني الصحف الالكترونيه الاخرى باش يعني مباشره من ساحه التحرير اول مره كنعملوها. نعم وهي في نصف تهيئتها. نطلبوا يا ربي نطلبوا تتهيئ بغيا. احنا متوحشين اننا نتمشاو فيها وتوحشين أننا نوريو الجمهور ديالنا من هنا وهي مهيئة ونتمنوا تكون كما هنا كما هنا كما كنا هنا. كيقول لك واحد السيد هنا أيوب وظلم ذوي القربى أشد مضادة من السيف المهندي هذا من حسامي وقيل المهندي من حسامي المهندي هو بحال داك الشيء. العفو 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 لا إله إلا الله. الله العفو. شكرا للجميع اللي دخلوا عندنا والله العظيم فرحتونا هذه الأمسية هذه بالدخول ديالكم. الله يفتح عليكم. تحية لمحمد أقميم. تحية مني ونحن على ساحة التحرير مباشرة. ساحة التحرير والمتابعة كانت قوية هذا اليوم وكنتمنوا دائما تكون المتابعة قوية منكم. بارطاجيو وشكرا للجميع. شنو قلت؟ كما كتقول الآية ما تنساوش ديروا جيم للصفحة. اش كتهضر هذه؟ شنو اللغة السبسكريت ولا اش كتقول لي؟ شنو احنا كنموتوا عليك اخي عادل الميراني. شكرا بزاف جزاك الله خيرا. شكرا للجميع لا تحصى ولا تعد رسائلكم. شكرا حسن العرائي. شكرا فاطمه سلمان. شكرا محمد صروف. شكرا ايوب العزيزي. شكرا محمد صروف. شكرا سلمان. فاطمه سلمان كتبت 100 رساله بارك الله. شكرا محمد المومني طنجي. شكرا فيصل الهواري. فيصل من قطر. جمال الاخ اخ مازيل هواري. شكرا جمال الدين السعيدي. شكرا قسطالي محمد. شكرا فيصل. شكرا دون محمد. شكرا صلاح الوافي. شكرا بزاف شعيبي هشام. شكرا عبد الله سالم. شكرا اشكر الجميع من جهتي من جهة الأستاذ أقميم فاطمة سليمان. شكرا. أي أقميم بوجمعة قنزة. شكرا أشكر الجميع وشكرا الإخوة اللي بارطاجاو واللي ما بارطاجاوش. شكرا لكم جميعا ونلتقي في مناسبة قادمة بحول الله. ما الصوت قليل لك أسي؟ أهلا بك جميعا.